نرحب بكم في معمل ميتافيرس ليرنج، وهو أحدث المعامل في جامعة الملك خالد بإشراف عمادة التعلم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعلم الإلكتروني بإنشاء معمل المعامل الافتراضية. وهذا المعمل قائم على تقنية VR، حيث تتيح للطلاب تجربة تعليمية مختلفة في كافة التخصصات العلمية والنظرية. تم تدشين المعمل بالتزامن مع حصول الجامعة على جائزة الأثر المقدمة من المركز الوطني في مسار إثراء المحتوى من خلال المنصة التعليمية المفتوحة، وأيضا في مسار تنمية القدرات البشرية من خلال منصة فيوتشركس. صراحة تجربة جدا جميلة، ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، تفيد جميع التخصصات سواء الهندسية أو الصحية أو تخصصات الحاسب. الصراحة تجربة جيدة جدا في هذا المعمل المتطور، استفدت منها صراحة كطالب في كلية الطب، بالذات في الكليات التطبيقية مثل المعمل، في التشريح، في إعادة بناية الهيكل العظمي لجسم الإنسان. صراحة تجربة جيدة جداً.